بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من رجل وامرأة، من الحيوان المنو ومن البويضة، وأعلى مصداق للرجل والمرأة هما آدم وحواء صلوات الله وسلامه عليهما. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعب هو الأمة التي تضم مجموعة من العشائر والقبائل. وقبائل لماذا؟ لتعارف. لما تصير شعوب وقبائل يسعى شعب أن يتقدم على الشعب الآخر، ويسعى شعب أن ينافس الشعب الآخر، وتسعى قبيلة أن تكون أفضل من قبيلة أخرى، وتسعى عشيرة أن تكون أفضل من عشيرة أخرى،
وهذا يدعوهم أن يتعارف أفراد العشيرة، أفراد القبيلة، أن يتعارفوا فيما بينهم لكي يكونوا يدا واحدة فيتقدموا على القبائل الأخرى والشعوب الأخرى. ولهذا يقول لتعارف: ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأفضلية في ميزان السماء وفي قوانين الآخرة، أما في الدنيا فالناس سواسية كأسنان المشط، يعني الأتقى في موارد يقدم على غيره، كما في باب صلاة الجماعة، في باب المرجعية وغير ذلك. طيب، النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، لما تمكن من فتح مكة ومعه بلال، فأمره أن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن الأذان. فلما صعد بلال على ظهر الكعبة وراح يؤذن، بعض كفار قريش وبعض المشركين قالوا: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيصعد على ظهر الكعبة؟ ما عنده غير هذا؟ فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، بعد هذه المقدمة، ليالي مباركة ونحن في رحاب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فسيكون محور حديثنا إلى ليلة استشهاد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عن حياة الإمام زين العابدين. ولهذا نحاول أن نذكر زوايا وجوانب من حياته المباركة نستنير بها ونوضح بعض الملابسات. الإمام زين العابدين ولادته في 5 من شهر شعبان سنة 38 للهجرة، وذلك في الكوفة في العراق، بخلاف ما عليه المشهور من أن ولادته سلام الله عليه كانت في المدينة في الحجاز. لا، ولادة الإمام زين العابدين كانت في كوفة العراق، وسنبين ذلك. أبوه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أمه شاه زنان بنت يزد جورد ابن شهريار من ذرية كسرى ملوك إيران، سماها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مريم، وكانت معروفة بسيدة النساء. من ألقاب الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد العابدين وسيد الساجدين والزكي والأمين وذو الثفنات وابن الخيرتين، لأنه ابن خيرة العرب، وهو الحسين وعلي ورسول الله صلى الله عليه وآله، وابن خيرة العجم وهي شاه زنان. شهادته صلوات الله وسلامه عليه في 25 من شهر محرم سنة 95
إثر سم دسه إليه الوليد بن عبد الملك، فرحل عن عمر يناهز 57 عاما، عاش مع جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمدة 2، وعاصر عمه الإمام الحسن 12 سنة، وعاصر أباه الحسين عليه السلام حوالي 23 سنة. هدم الوهابيون قبره الزاكي في 8 شوال سنة 1344، يعني قبل حوالي 96 سنة هجرية. الإمام زين العابدين، أذكر سير ولادته لكي نخرج بنتيجة. تقول شاه زنان: رأيت في عالم الرؤيا النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. في المنام رأيته دخل عندي مع ولده الحسين وخطبني لولده الحسين وأجرى عقد الزواج في عالم الرؤيا. طبعاً إجراء عقد الزواج في عالم الرؤيا لا اعتبار له، ولكن تقول: استيقظت من المنام ولا أحب أحداً إلا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الليلة الثانية في عالم الرؤيا في المنام دخلت علي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعرضت علي الإسلام فأسلمت، ثم قالت: في يوم غد تأتي جيوش المسلمين وتأخذين أسيرة، ولكنك تصلين سالمة إلى المدينة. تقول: هكذا حدث، فوصلت إلى المدينة ولم يلمسني أحد من الناس. إلى هنا لا كلام. هنا أكو رواية، الرواية تقول أنه جيء بها أسيرة، فلما جيء بها أسيرة طلع مع سائر الأسراء، طلع عمر أراد أن يحولها مع سائر الأسراء إلى إماء وعبيد رقيق. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى عمر بن الخطاب، قال: يا عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكرموا كل كريم قوم. كل إنسان كريم اكرموه وقدروه حسب منزلته ومكانته. فأنت ميصير هذني بنات الملوك تحولهن إلى إماء. عمر رد على الإمام علي عليه السلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أكرموا كريم قوما أقبل إليكم. يعني إذا فرد واحد كريم وله مكانة ومنزل في قومه، هو إجا باختياره أكرموه. أما نحن هذول ما أجوا باختيارهم، جبناهم أسراء. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه قال له: إذا كان ولا بد، يعني إذا تريد تحولهم إلى عبيد وإماء، فاشهدوا أن حصتي في هذه الإماء، في هؤلاء العبيد، قد أعتقتها لوجه الله. بنو هاشم قالوا: ونحن يا أبا الحسن وهبناك حصصنا. قال: وأنا أعتقتها لوجه الله. فنادى المهاجرون والأنصار: ونحن يا أبا الحسن قد وهبناك حصصنا.
قال: وأنا أعتقتها لوجه الله. فطلع عمر قال: يا أبا الحسن، لماذا تفسد علي عزمي؟ الإمام قال له: قلت لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكرم كل كريم قوم، وهؤلاء لابد أن يكرمون، ما يصيرون عبيد. قال: خلاص، وأنا وهبتك حصتي وحصص من لم يهبوك. الإمام علي قال: أعتقتهم لوجه الله. هذه الرواية بها إشكال، بس اسمع. فإذا شاه زنان صارت حرة، ليست بأمة. الإمام علي قال: إذا أردنا الزواج، النساء إذا أردنا الزواج يخترن من شاء، وإذا ما يريدن الزواج خلاص حال حال سائر المسلمات. فسألوا شاه زنان: هل تريدين الزواج؟ سكتت. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: سكوتها رضاها. ولهذا يقول العلماء أن سكوت المرأة دليل الرضا في مورد واحد: المرأة الباكر في شأن الزواج فقط، إذا لم تظهر منها قرائن وعلامات الرافض وعدم القبول. طيب، قالوا لها اختاري، فأشارت إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية قالوا لها اختاري، قالت: إذا كان الأمر إلي فأنا أختار الحسين. فزوجوها من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه رواية، بس هاي الرواية بها إشكال. أولاً، الرواية مرسلة، يعني سندها لا سند لها. ثانياً، في الفقه الإسلامي غنائم الحار توزع بين من شاركوا في الجهاد فقط، أما من لم يشاركوا في الجهاد لا حصة له من الغنائم. الإمام علي بن أبي طالب والهاشميون ما شاركوا في تلك الحرب. أقل ما يكون الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين ما شاركوا في حروب القوم ولا شاركوا في فتوحاتهم، فكيف يعطى له حصة وبعدين هذه حصة يقوم يجعلها حرة لوجه الله؟ إذن هذه الرواية مو مقبولة. إذن وين؟ رواية ثانية في البحار، مجلد 46 صفحة 12، الرواية تقول أن القضية حصلت في عهد خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، عندما كان في الكوفة عند والي اسمه حريث ابن جابر على بلاد المشرق. بلاد المشرق يعني إيران وغير إيران. فأرسل له شاه زنان وأخته مرواريد إلى الإمام علي بن أبي طالب. قام الإمام علي بن أبي طالب زوج شاه زنان من الإمام الحسين عليه السلام، وزوج أختها مرواريد من محمد ابن أبي بكر. هاي رواية ثانية. هذه الرواية الثانية أقرب إلى الواقع. لماذا؟ أولاً، ولادة الإمام زين العابدين سنة 38 من الهجرة، خلافة عمر أو حكومة عمر انتهت سنة 24 من الهجرة، فيمكن أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تزوج منها سنة مثلاً 20 21 22 24، وبعدين ما حملت ما وضعت إلى سنة 38،
إذا هذا الشيء موجود إذن هناك عيب، ولو كان العيب لبان. التاريخ كان يبين أن الإمام الحسين تزوج من شاه زنان ووضعت له بعد 18 سنة مثلا، بعد 18 سنة، ما ذكر ذلك التاريخ. هذا أولا. ثانيا، والد شاه زنان قتل من قبل الجيوش الإسلامية سنة 30، ما كانت حكومة عمر، كانت حكومة عثمان بن عفان. فكأنما لما قتل يزدجرد والد شاه زنان اختفت شاه زنان وأختها مرواريد إلى أيام حكومة الإمام علي بن أبي طالب. عود الوالي من قبل حريث بن جابر عثر عليهن وأرسلهن إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هاي اثنين. قرينة ثالث، لما الشاه الزناخ قالوا لها اختاري زوجا لك، هي جاوبت قالت أريد رأسا لا رأس فوقه، يعني أريد أتزوج من أكبر شخصية في بلاد المسلمين. الإمام علي بن أبي طالب رد عليه، قال إن عليا شيخ كبير، إن عليا شيخ كبير، فتزوجت من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، إذا القضية صارت في أيام حكومة عمر بن الخطاب، الإمام علي بن أبي طالب عمره في أيام حكومة عمر بن الخطاب في الثلاثينات أو الأربعينات. الرجل اللي في الثلاثينات أو الأربعينات لا يطلق عليه بالشيخ الكبير، هذا أولا. ثانيا، قالت أريد رأسا لا رأس فوقه، أريد أكبر سلطة في الحكومة. الإمام علي بن أبي طالب في أيام عمر بن الخطاب ما كان الحاكم الأعلى، فإذا هذا إن دل على شيء يدل على أن القضية ما صارت في عهد عمر بن الخطاب، صارت في عهد الإمام علي بن أبي طالب. هاي ثلاثة. رابعا، ولادة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة، وقبر شاه زنان في الكوفة، لأن الإمام علي بن أبي طالب بعد أن بويع بالخلافة وطلع للجمل، جفات على العراق، لما خلص من الجمل رجع إلى الكوفة، اتخذها عاصمة له، ومع الحسن والحسين في الكوفة، ولادة الإمام زين العابدين في الكوفة. عمر ما كان في الكوفة، حتى نقول أنه قضية شاه زنان صارت في عهد عمر. إذن القضية تمت في عهد الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إذن ليش هذه الرواية التاريخية تقول أنه صارت القضية في عهد عمر؟ لسببين. السبب الأول، كثير من الفتوحات أو بعض الفتوحات لبلاد إيران صارت في عهد عمر، فجاء المؤرخون وهي هذه من بلاد إيران قالوا يمكن في عهد عمر. هذا من جانب. من جانب ثاني، البعض أراد أن يجعل فضلاً ومنقبه ومنزله لعمر بن الخطاب على الإمام علي بن أبي طالب وعلى الإمام الحسين وعلى الإمام السجاد، أنه هذا صار سبب لزواج شاه زنان من الإمام الحسين وجاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. شوي دققوا،
إذن القضية حدثت في عهد الإمام علي بن أبي طالب. الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإمام الحسين يتزوج من امرأة غير عربية، وهذا كان فرد شيء صعب، أنه عربي يتزوج من غير عربية كان صعب. أئمة أهل البيت رادوا هذه الحالة اللي بين العرب يزيلوها، ولهذا الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أغلبهم أكثرهم أمهاتهم وعربيات، بل أغلبهم أكثرهم أمهاتهم إماء، إماء أمة مو حرة، كان الإمام يشتريها ويعتقها ويتزوجها ويصير عنده ذرية منها. الإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا الإسلام يؤكد إذا واحد يريد يتزوج يختار ذات الدين ذات الإيمان. النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هناك مجموعة من الروايات تأكد أن الواحد يتزوج ذات الدين ولا يتزوج الإمرأة لأموالها أو لجمالها. مضمون هذه الروايات، مضمون هذا الجمع، من تزوج امرأة لأموالها حرم أموالها، ومن تزوج امرأة لجمالها حرم جمالها، ومن تزوج امرأة لدينها رزقه الله خيرها وجمالها. يجون العلماء يسألون يقولون شلون هذا اللي يروح يتزوج امرأة على مود أموالها ما يتهنى بأموالها حرمه، يتزوج امرأة على مود جمالها ما يتهنى بجمالها، يعني شنو واحد ما يتزوج الجميلة؟ لا، اختار الجميلة بس مو الجميلة ما عندها دين وما عندها إيمان. إذا عندها إيمان ودين وجمال يصير بالصلاحنا نور على نور. زين، من تزوج امرأة لدينها رزقه الله خيرها وجمالها. شلون؟ يقولون قدمها يصير عليها خير، قدمها يصير عليها خير. زين جمالها شلون؟ تصير حلوة بعينه، ملكة الجمال. ولهذا قيس وليلى، ليلى يقولون كانت امرأة سوداء، كان يقولوا لها القيس انت ايش تحب منها؟ ايش عاشق منها؟ كان يقول انتوا تعاينوها من عيونكم، تعالوا عاينوها من عيني شوفوها ايش قد حلوه. القرآن الكريم يقول وجعل بينكم مودة وماذا؟ ورحمة. ولادة الإمام، أول إمام يولد في العراق في الكوفة هو الإمام زين العابدين، ثم من بعده كانت ولادة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. كانت في سامراء، وقلت لكم المشهور أن ولادة الإمام زين العابدين في المدينة، لا،
في العراق، بالتحديد في الكوفة. ومما يدل على ذلك أن قبر أمه شاه زنان في الكوفة، لأنها ولدته وماتت في نفاسها فدفنت في الكوفة. فمو دفن، مو ماتت في الحجاز. وبذاك الزمن ما كان طائرات وسيارات حتى مثلا تنقل من الحجاز إلى الكوفة، لا، قبرها في الكوفة. من القرائن التي تثبت لنا أن ولادة الإمام كانت في الكوفة. شاه زنان توفيت، فتزوج الإمام الحسين من أختها مرواريد، لأن ذني كانن اثنين، واحدة شاه زنان يسموها شهر بانو أيضا، وأختها مرواريد. الإمام الحسين زوج شاه زنان، الإمام علي سلام الله عليه زوج شاه زنان للإمام الحسين، مرواريد زوجها إلى محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر أمه أسماء، أسماء اللي كانت مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كانت زوجة جعفر الطيار. لما استشهد جعفر الطيار تزوج منها أبو بكر، فوضعت له محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر بعدين توفى أبو بكر سنتين كانت وياه وتوفى، انتقلت إلى دار علي فتزوج منها الإمام علي بن أبي طالب، ووضعت للإمام علي بن أبي طالب عونا. عندنا عون ابن الإمام علي بن أبي طالب غير عون ابن الحوراء زينب. عون ابن الإمام علي بن أبي طالب من أسماء، هذا قاتل في كربلاء وقتل في كربلاء، قاتل مع أخيه الإمام الحسين. عندنا في الرواية في يوم عاشوراء، هو هذا عون ابن أسماء ابن الإمام علي بن أبي طالب، قاتل، راح يقاتل بين يدي أخيه الحسين، قاتل قاتل قاتل، بعدين صار يبعد الرجال يمينا وشمالا ورجع يم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام شافه مدمى مجرح، صبر عليه، قال ليش رجعت؟ قال سيدي أبا عبد الله، حبيت أن أنظر النظرة الأخيرة، أودعك وأمضي. شو شلون أخوة؟ أودعك بالنظرة الأخيرة. فودع الحسين، ثم الإمام الحسين أبدل له جواده، قال اعطوه جواد ثاني، هذا فرس تعبان، وراح قاتل وقتل. فأسماء من إجت إلى بيت الإمام علي وياها محمد، محمد من صلب أبي بكر. محمد يوم دخل إلى دار الإمام علي عمره سنتين، وكبر في بيت الإمام علي بن أبي طالب وفي حجر الإمام علي بن أبي طالب، ولهذا الإمام علي بن أبي طالب يقول محمد ابني من صلب أبي بكر. سمعوا الكلام. الإمام علي لما زوج من مرواريد اطاع ولاية مصر، راح محمد بن أبي بكر إلى مصر، معاوية دس له السم فمات، وكانت زوجته مرواريد قد وضعت له القاسم. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر من العلماء والزهاد والفضلاء. فلما ماتت شاه زنان عند الولادة، قام الإمام علي بن أبي طالب زوج مرواريد من الإمام الحسين، وهي هذه مرواريد هي اللي كبرت الإمام زين العابدين، هي خالته، هي مو أمه. ويوم خرج إلى كربلاء، في الرواية خرج أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ومن ورائه أخته زينب وأم كلثوم، وخرج القاسم ومن ورائه رملة، وخرج زين العابدين ومن ورائه أمه شاه زنان، هذا خطأ تاريخي، من ورائه خالته، بس المؤرخون صوروها أمه. شوفوا هذه خالته ومربيته.
فالرواية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ما كان يأكل معها في قصعة واحدة، بقصعة واحدة مياه، هو بقصعة وهي بقصعة، يقولوا له ليش؟ مو هاي أمك أو مربيتك أو خالتك. شوف كلام الإمام، يقول أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون عاقا لها. أخاف هاي قصعة واحدة وهي عجبها مثلا هاللقمة هاللحمة، أنا ما أدري أمد يدي أشيل اللقمة اللي هي كان يعجبها تأكلها، أو أشيل اللحمة اللي هي كان يعجبها تأكلها وآكلها، وهذا يستلزم لي العقوق، وهي خالته ومربيته. أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليها عينها فأكون عاقا لها. هذا عقوق إلى هالمرتبة، فكيف إذا واحد يرادد أمه العياذ بالله، يجادل أمه أو يرفع صوته على أمه أو يكون إلى موقف من أمه، أكثر من هذا ما أقول. لا، جاي البعض مع الأسف كاتبين أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن استشهد الإمام الحسين عليه السلام قام وزوج أمه زوجة الإمام الحسين من عتيق له، يعني عبد عنده عتق صار حور، وقام أمه بعد أن انتهت من عدتها زوجها من ذلك العتيق. هذا باطل وموضوع. كيف الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أمه ماتت في نفاسها، أمه مو موجودة حتى يزوجها من عتيق الله، هذا أولا. ثانيا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه طرحوا عليه هذه القضية، قال كذبوا، إنما زوج إحدى إمائه من عتيق الله، عند إماء جواري، قام واحدة من جواريه زوجها لعبد كان قد أعتقه. جاءت نساء بني أسد، بنو أسد حبيب بن مظاهر ومجموعة من بني أسد قاتلوا مع الإمام الحسين، وبعضهم رادوا يلتحقون حوالي 400 شخص، ولكن ابن سعد دز فرد مفرزة فحال دون ذلك. فجاءت نساء بني أسد أن تستقي الماء، فنظرن إلى أجساد ذرية رسول الله كالأضاحي مجزرين على الأرض تصهرهم حرارة الشمس، فصرن إلى رجالهن وقلن لهم إذا فاتتكم نصرة ذرية رسول الله نصرة الحسين فهذه أجسادهم كالأضاحي تصهرهم حرارة الشمس، وما زالت النساء تحشم الرجال، فاجتمع بنو أسد في كربلاء. ولكن كان عندهم مشكلتين، المشكلة الأولى كان يخافون من عبيد الله بن زياد أن يأتي جيش من قبله فيرونهم يعينون على دفن الأجساد، فجعلوا عينا على طريق الكوفة، فرد واحد يجيب لهم الأخبار، ثم جاءوا يردون يدفنون الأجساد، ما يعرفون الأجساد، لأن إذا دفنوها بعدين راح يسألوهم هذا قبر من وهذا قبر من، لأن الأجساد أيها الأحبة كانت بلا رؤوس، قد احتزوا رؤوس أهل البيت. شاءت إرادة الله أن اجتمعوا على جسد أبي عبد الله الحسين، ما يدرون بهذا جسد الحسين، كلما حاولوا يحركون جسد الحسين ما تمكنوا. لماذا؟ لأن الإمام لا يتولى تجهيزه إلا الإمام. بهالأثناء
وإذا بفارس ملثم قد ضيق لثامه هزيل قد أقبل من جانب الكوفة فتنحوا عن الأجساد. وقف عليهم: يا هذا ماذا تصنعون؟ قالوا له: لا شيء، جئنا للتفرج على هذه الأجساد. قال: أصدقوني القول. قالوا له: يا هذا إذا كان ولا بد نخبرك فإنا جئنا لدفن الحسين وأهل بيته وأصحابه، ولكن ما نعرف الأجساد. قال: لا بأس، أعينوني. فأعانوا، فجاء بجسد حبيب، حفروا حفيرة، قال: هذا جسد كبيركم. طبعا هذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه خرج من سجن عبيد الله بن زياد بالإعجاز، وهم ما يدرون بهذا زين العابدين، لأنه كان قد ضيق لثامه. فدفن حبيب بن مظاهر، ثم حفر حفرة أخرى، دفن الأنصار، دفن أهل البيت، ثم جاء إلى جسد أبي عبد الله الحسين. هنا أرادوا أن يعينوه، قال: لا، اتركوني فإن معي من يعينني. ها، ما يدرون بجسد الحسين. تقول الرواية: فطلب الإمام زين العابدين بارية. ليش بارية؟ لأن في الرواية كان الإمام زين العابدين كلما حمل منه جانباً يسقط الجانب الآخر على الأرض، لأنهم كانوا قد قطعوه إرباً إرباً. ولهذا طلب الإمام بارية، جعل الإمام الحسين على البارية وحمله لوحده، أدخله إلى القار، ثم وضع فمه المبارك على منحر الحسين، راح يقبل منحر الحسين. يقول: أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، يا الله. ثم طلب عبد الله الرضيع وصية الحسين أن يدفن إلى جانبه، فجاء بعبد الله الرضيع وجعله إلى جانبه. بنو أسد ما يدرون إيش جاي يصير. ثم أهال عليه التراب، ثم كتب بإصبعه المبارك على قبر الحسين: هذا قبر الحسين بن علي الذي ذبحوه إلى جانب الفرات عطشانا. يا بكثر صايح النسوان على ابو اليمه. ها، اليوم يوم الصيحه، الليله ليله الصيحه والبكاء. كثر صايح النسوان على ابو اليمه، تنخزلم تمشي وتدفن بهمه. صارت من بني سد عالجثث لمه، تخاف من العدا والسكك ملزومه. ابن ابن زياد خاف وحطه وربيه، ولن نزلم ملثم قاصد بنيه، تنحى وخاف يظهر من بني ميه، وذاك الجمع من ريبه كثر لومه. قال لهم: اشعدكم واقفين صفوف؟ قالوا: لن تفرج على الجثث ونشوف. مبخوتين قال لهم: وزيل الخوف وخبرون شعدكم تموجون بالحومة. مبخوتين قال لهم: وميل الخوف وحشوا شعدكم تموجون بالحومة. قالوا ليها القاصد تنشد بهالحين، نخبرك بالصدق من كون مبخوتين. يا بجيانا جيانا لدفن الحسين وهل الطيبين، والله بدر بالتموت زهر بالوغنجومة. قال لهم: حفروا هنا حفير الساع، دفن بيها حبيب البيت روط القاع، وبعد حفرة دفن 70 بيها سباع، و17 يوم الكون معلومة. ثم صار يلتفت يميناً وشمالاً، مضيع لها مضيع الإمام زين العابدين.
قال لهم بعد واحد جزان وفايات، قالوا لبطل ضلع للمسنات. مأجور مأجور كفيل الجميع مقضية حاجتك. قال لهم بعد واحد قال لهم بعد واحد جزان وفات، قالوا لبطل ضلع للمسنات. نادوا هلن دموع على الوجنات، يا من سوق الحرايب مرخص السوم. عمي عمي يا عمي خلاف عينك يسرت نعداك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك. نايم يا ذخر زينب وجلثوم، يا نايم يا ذخر زينب، يا ابو جلثوم. لما رجع الإمام زين العابدين إلى الكوفة، زينب الحوراء أم كلثوم الهاشميات، كنا في لوعة، فقدوا الإمام زين العابدين. رجع، أين كنت يا ابن رسول الله يا ابن أخي؟ قال عم زينب كنت عند أبي الحسين، عند أخوتي، عند عمي العباس. هنا زينب، زينب تريد تسمع الأخبار، تقول له بالله بالله نجدك ما آي شربت يا دفا. إذا تقرأ أقرأ لك، إذا تقرأ أقرأ لك، أنا أقرأ لك هذا الطور البحراني، أريد مشاركة من الجميع حتى تحصلون الأجر والثواب، وأنا إن شاء الله بواسطتكم أحصل على الأجر والثواب. بالله آه نشدك ما آي شربت يا دف. أريد أسمع العباس، العباس أريد يسمع. بالله آه نشدك ما آي شربت يا دف. بخيت قلبه لو دفاية انت حسين عطشايا. اي بالله يا دفانا نشدك رد علي، عطشان خيي لو شراب قطرة مي. وحين الدفنت كان رشيت البنية، بل كان ترد روح تراه مات عطشايا. تلقت السجاد زينب والمدامع هاملية، وناديت الله يعينك يا بن سادات الملايا. ايه عم يا سجادة نجدك، ايه غابتك هالمدة وين؟ واحنا يا عم بقينا يا من غبت متوجلين. لا تتعب، قالها يا عمه يا زينب اجنت يا معود الحسين، وهاي جيت يا العقيلة يا وانا كنت بكربلا. يا تقول له يا عمه دفنتهم لا بقوا فوق الترايا،
وقام يحكي ويا عمته يا والقلب من عدها ذايب. اسمع هنا، وبين ما يحكي ويا زينب لن جت ليه الربايب. ايش عندها الرباب؟ وبين ما يحكي ويا زينب لن جت ليه الربايب. تقل له طفلي طلعتها يا من نبلة حرملية. قلها يا ام الطفل طفلي يشريت كنت شاهدي. شفت يا معودة اولاكين شابق ما بين يدي. انا حريت مدرب شعل ابويا حسين، ساعد الله قلبك يا زين العابدين. انا حريت مدرب شعل ابويا حسين، اي مدرب شي عليه، وبالقلب سويت قبره. ها قبر الحسين بقلبك لو لا؟ وبالقلب سويت قبره يا وهالقبر مذخور له. يا حفار قبر زين، اي قبر زين وسعه. اي مرحوم عبرته. تنزله لا تضع ضعه يا با، ودور على مقطوع، اي على مقطوع صيبعه. مرحومة عبرته، مقضية حاجة. جدنا عليك الكف رجعة يا بيخفاك ظل عمه البضعة البضعة يا بضلعها الأصل وحسين فرعة يا ضلعها الأصل وحسين فرعايا. يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتل ما تممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسله ولا لفاه في كفن. بعد بعد ما غسله ولا لفاه. يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. عار تجول عليه الخيل. إنا لله وإنا